الاشكاليه اللي مطروحه ديال البوعره داخل المدينه او العربات المجرة بالدواب داخل مدينة أكادير، هي فعلا إشكالية اللي عمرت لمدة طويلة. ولكن اليوم احنا كمجلس يعني خدينا المبادرة باش نحاولوا يعني نفتحوا النقاش في هذه الإشكالية، وهذه هي معضلة اللي فعلا هي دخل فيها ما هو اقتصادي ما هو اجتماعي، إشكالية الكراهات المتعددة. ولكن المدينة يعني هذا الملف بدينا فيه، اللي بدأ أولا بدينا بعملة تحسيسية اللي شارك فيها يعني السلطه المحليه مشكوره، ايضا الممثلين ديال الامن الوطني، القوات المساعده، المصلحه ديال الشرطه الاداريه تبع الجماعه، وايضا ديال النظافه وديال مكتب حفظ الصحه. اذا هذا الهدف من هذه العمليه الاولى ايضا هو مشينا للمنبع ديال هذه الاشكاليات وهذه الظاهره، اللي تواصلنا مع هاد الناس اللي هي واحد الشريحه مهمه اللي كتشتغل الله يحسن العوان في هذا القطاع هذا منذ مده. ولكن يعني جينا باش نناقشوا ونحلوا واحد باب الحوار اللي يمكننا جميعا معهم حتى هما باش نلقاو حلول، يعني ربما تكون جريئه ولكن اللي غادي تكون يعني فيها فائده كبيره للمدينه. ما ننساوش ان اليوم كاين مجهود كبير كيدار على مستوى المدينه، واللي يعني تحت العنايه الخاصه ديال صاحب الجلاله الله ينصرو. اليوم المشروع ديال التهيئه الحضاري ديال مدينه اكادير هو يعني تنعتبروا حنا انطلاقه جديده للمدينه، وكيهتم يعني بالتهيئه الشموليه للمدينه، يعطيها جماليه اكيد، وبدا كيعطيها جماليه، ولكن خصنا نواكبوه بواحد العدد ديال التنظيم داخل المدينه في كل ما يخص يعني واحد العدد ديال الشوائب داخل المدينه، ايضا الاحتلالات ديال الملك العمومي بطريقه غير قانونيه. هادو ملفات اللي هي حقيقه شائكه، ولكن الحمد لله احنا فتحنا باب الحوار مع هاد الناس هادو باش يتمكنوا اننا نلقاو حلول، يعني مواكبه هاد الشريحه هادي باش تلقى يعني حلول بديله ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي تمكن تصون الكرامه ديالها وتمكن لها واحد العيش الكريم. الاشكال اليوم راه الحمد لله الامور واضحه، هذه الساعه راه كاينه يعني كما قلنا حملات تحسيسيه داكور، ولكن من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم راه سيتم يعني تفعيل القرارات اللي كانت هنا يعني كانت عند المجالس السابقه، ولكن ما على سبيل ما تفعل شيء غادي نفعلوها ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نحاول نفعلها بطريقه تدريجيه كما قلنا باش نواكبوا ايضا حتى التحول او لا الى بين نقول اون ريكونفيرسيون ديال هاد الناس اللي غيمشيو يعني باش يشتغلوا بطريقه يعني فيها شروط كما قلنا ديال الكرامه. وايضا هذا الشيء راه كيدار باش نحاولوا نعطيو واحد الجمال للمدينه، لان اليوم الاهميه الاولى ولا المهمه الكبيره اللي على عاتق المجلس هو باش يعطي واحد يوجد به واحد المدينه اللي يمكن لها يعني تنافس وتلعب واحد الدور ديال القطيره الاقتصاديه بالنسبه ديال هذه الجهه ديالنا. ما كاينش بلي غير اللي يعجب تما داك الشيء كيحول دوك الطاقه تاغ واحد العدد ديال الاوليدريون.